من قطرها جبتها لك بشحمها ولحمها. قولي لي بقى هتعملي ايه وهي هتقعد معانا لحد امتى؟ عشان انا زهقت منك ومنها ومني ومن ايامنا السودا اللي هنقضيها مع بعض يا حنتومه. بالراحه لا يجرالك حاجه، انت لسه في عيد شبابي. ما هو انت يا حنتومه اللي معصباني وعماله ترميني في بخور، هرتيني بخور وتقولي لي في كلام مش فاهمه منه ولا حاجه. يا حنتومه انا عايز المفيد. ده هي خلصانه على الاخر ومفيش منها خوف. اسكتي، ده انا اول ما وقعت قلبي وقع في ركبي، خفت احسن تكون حامل وتبقى ساعتها عقدتنا بشنيطه. بس يلا الحمد لله طلعت فاضيه في شنك. ست شو انت رايده ايه بالظبط؟ فاهميني انت يا وليه هتشليني؟ اقول لك طول تقولي لي احلبوه. بقول لك عايزه الراجل، عايزاه ياخدني من ايدي، ياخدني من ايدي ونهج نروح في اي حته ان شاء الله اخر الدنيا. بقول لك ايه، الحجاب ده هيخليه ما يطقش فرشته ليله واحده، وبعديها هيجر نعم على طول ويتمنى نظره رضا وقلب مخروط شوق. يا ست شوق يسمع منك يا حنتومه يا رب. بيت يا سوريا، انت يا بيت ست مكر اللي معادك يا بنت هنا. ابدا انا قلت يعني اريح شوي. وما ريحتيش في اوضتك ليه؟ يعني قلت اشم شويه هوا. انت يا بنت مش على بعضك ليه؟ انا ابدا والله ما انا زي الفل اهو يا ست مطر. بقول لك ايه، ما سمعتيش النهارده المعلم نوح بيتكلم مع براء في اي حاجه؟ لو النبي ما سمعت حاجه يا ست مطر. اصل جاله تليفون كده وقام اتنفض وكان فرحان، مش عارفه حاسه كده ان الفار بيلعب في عبي. يكونوش يا بت هيعملوا معايا الدنيئه. طب ما عرفتيش التليفون ده اصله ايه؟ طب وكان لازمته ايه بقى الحوار ده كله لما انت ناوي تلمها في الاخر؟ ده شغل عتاق يا حمار. ما انا كنت فاهم كده يا معلم، بس لما الموضوع يطلع على فشوش يبقى الحكايه فيها انه مش لازم الضربه نسيت. كفاية قوي إنها تدوش. منها الحكومة تنتبه له وتحل عند سمان إحنا، ومنها هو يبقى مطمن لنا قبل ما يخطب رجله في الملعب. أنت بتثبتني؟ بتثبتني أنا يا معلم؟ بقى أنا أقول لك مش هخليه يهوبها وأنت تجيب ورا عشان تفتح له سكة؟ وليه يقعد ما تقولش إن أنا بحفر له قبره؟ ما أنا قلت لك سيبنا جاب لك عجله. ما انت حاولت مره واتنين وانا قبلك. ايه اللي حصل في الاخر؟ ده قط بسبع ارواح، هو قام منها واحنا خسرنا نص المصلحه. طب ما ترسينا على اللي في دماغك، ولا انت لسه شايل مني يا سيد المعلمين؟ شايل منك؟ ياض ده انت ابني حبيبي. انا نفسي تبقى كبير الناس دي كلها، وكمان نفسي ومنى عيني تبطل غشم ولعب ناشف وتبقى بقى حريف عشان تبقى هداف زي ابوك. طب ما ترسيني يابا على الخطه وريحني. مع انك ساعات بتبقى حمار قوي، انما برضه ساعات كتير بتعمل حاجات بتعجبني. واقول إنك بغشمك ده رسم الخطة معايا. قصدك إيه؟ رمانة. الله، هو الحوار ده وصل لك يا سيدي المزاج؟ مش مهم وصلني إزاي، المهم إنه عجبني. أهو كده يا ابني، أهو كده، مش تقول لي ضرب بالحزام وعلامة في الوش، إيه ده؟ إيه ده؟ احنا يا ابني والعياذ بالله مش الحكومة عشان نعمل الكلام ده، لا لا لا، انت بقى تخش عليها بالهادي باللطيف بالظريف وشوية شوية تجيبها على اسنانها في صفنا، ساعتها تبقى انت ابن ابوك بصحيح. يعني ايه؟ يعني انا عرفت اجيب جول؟ يا ريتك تعرف تكرره تاني. وحط ايدك بقى في ايدي واحنا نحذف افندينا بره الملعب في غمضه عين. بس ده ما كانش يقولك زمان،
طول الوقت عمال تقول لي بلاش نعمل مشاكل، بلاش عشان العمروتي باشا. وبرضه هقول لك كده، عارف ليه؟ عشان انت خفيف ومتعور في الوش. انا يعني لما بعوز اعور اعور في لا مؤاخذه حته من الدنيه وخلاص. ها فهمت؟ فهمت يا سيدي المعلمين. نوح المرة دي فكر صح، إنما لقيناها بغشم برضو زي عوايده. كان فاكرني هبل قطاع. أنت مش بتقول إن هو اللي بلغك بالكبسة؟ هو كان مين اللي بلغ البوليس عشان يعمل كبسة؟ هو قال لك إن واحد لعب بديله. الإخبارية في المرتين من النوح يا خال. طب النوح يعمل كده ليه؟ عايز يكسب بنت عند العمروتي. علشان كده يلزمنا زيارة للعمروتي. كده انت فندينا بصحيح. انتوا ناويين على ايه بالظبط؟ منور يا خال. طلبنا منك الدقة في التحريات، وانت اتكلمت بثقة اللي هيروح يجيب خميس وابو سنة بالبضاعة والفلوس، واللي حصل انك حملت الوزارة عملية تقيلة على الفاضي، واحنا ياما حذرناك من اندفاعك ورا مصادر غير موثوق فيها. حتى لو كنت واثق فيها لازم تتأكد ويكون عندك اكتر من مصدر. للأسف يا آسف، العملية دي هتحط نقطة سودة في ملفك. علشان انا عارف اخلاصك وحماسك في العمل، انا هكتفي بلفت نظر. ان شاء الله تعوضها. ان شاء الله يا فندم. تمام يا فندم. هو انت يا بنت كل يوم والتاني هتخترعي لي حجه تخرجي بيها؟ تكونيش فاكره نفسك انا في عزبه ابوكي؟
والنبي يا ست مطر ربنا يخليكي خليني اروح ازور عمتي دي تعبانه قوي والنعمه ما هتاخر. نعمه لما ترفصك امشي يا بت روحي شوفي شغلك يا بت. هو انا ناقصاكي كفايه اللي فيا يا ستي؟ والله ما هتاخر بت. عارفه لو ما مشيتيش من وشي هخبطك بضيف نفاخك. طب استهدي بس بالله انت قلبك طيب ما بيجيش على حد. الهي وانت جاي ربنا ما يرقد لك جدا قادر يا كريم. الهي انسي براءه يا خلاص يا بت خلاص انت هتشحطي يا بت. طب قولي لي روحي وانا مش هتاخر. طب افرضي خلقتك دي اهو. بقولك ايه؟ نعم. سألتيلي على الولايه اللي قلتلك عليها؟ وليه وليه مين؟ الولايه يا اختي بتاعت الاعمال. مالها؟ عرفتي يعني اسمها ايه؟ ساكنه فين؟ والنبي سألت يا ست مطر بس ما عرفتش اوصلها الصراحه يعني. طب اسمعي يا بت هو انت بتفهمي يعني في الحاجات دي؟ امال ايه؟ انا بفهم مين اللي بتشتغل الناس من اللي سرها باتة. طب بقولك ايه؟ انا عرفت واحده كده يعني وعاوزاكي تيجي معايا. طب بصي لو خليتيني اخرج دلوقتي انا هروح معاكي وقت ما انتي تعوزي. ايه رايك؟ ماشي يلا غوري. بالاذن. والله يا حاجه صحانا من صباحيه ربنا عشان نلف السوق ونشتري هدوم وحلويات وعصير وناخد الحاجات دي كلها ونوديها عند فوتنا في المستشفى. شكله كده يا حاجه مهتم بيها زياده حبتين. دفع لهم فلوس؟ ها؟ زوز. هو يا حاجه اول ما دخل خرجنا بره وقعد معاهم. انت هتستعبط؟ انا ما احبش كده. اتقوا شري. بصراحه يا حاجه احنا بنجري نقول لك اخبار افندينا عشان حضرتك قلت لنا ده في مصلحته عشان لسه خارج للدنيا. وبصراحه كده يا حاجه احنا بنعمل الحكايه دي يعني واحنا متقدرين قوي. وانا بصراحه بحب افندينا قوي قوي قوي. تفتكر يا حمار انت وهو هتحبوا ابني اكتر مني؟ الحاجه بتقول لك يا حمار. ولا مش انا قلت كده؟ يالا هو انت قلت حاجه؟ هو انت اساسا حكيت للحاجه حكايه الفلوس اللي دفعها في المستشفى؟ هو دفع فلوس المستشفى؟ واحنا يا حاجه ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص. لا ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص. مش بقول لكم بتستعبطوا؟ وصيه علينا يا حاجه. سوء علينا. ودفع ايه كمان؟ ابدا يا حاجه يعني مبلغ صغير كده تحت الحساب. هو كان موصي حسابات المستشفى ان ما ياخدوش منهم ولا مليم ولما تخرج يكلموه يروح يحاسبهم. وبعدين بقى بيدفع لها فلوس مدرستها وقلنا مساعده لكن يجيب حلويات ويروح لها كل شويه ده اللي ما يتسكتش عليه. ايه يا فندينا ما ترسلك على بر وتريحني. اكيد لهم عيون بينا. الحقني يا باشا. انتي ده انت جيتي لقضاكي بتضحكي علينا يا بت. علي ما ينفعش كده مش عاوزين حد يحس بيه. والمصحف يا باشا ما خبيت عليكوا حاجه يا باشا. وحيد المصحف بتضللينا يا بت بتدينا معلومات غلط. انا قلت كل اللي سمعته وعملت كل اللي طلبتوه مني اكتر من كده ما عنديش الصراحه يعني. امال انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ خفت يا باشا الفور بيلعب في عبي. انا اول ما عرفت اخلع خد ديني في سناني وجيت جاري. ما تقول لي ياثر بيه. طب انت اهدي كده وقولي. اصل كلام المعلم النوح الصبح خوفني. قال لك ايه؟ قعد يقول كده كلام ما فهمتوش ويضحك بصوت عالي ويلمح ويلقع. خفت. عملت حسابه طلع صح. معقول يا باشا؟ معقول النوح يلعبها كده؟ هي ما تتلعبش غير كده. ده قانوني يا علي. لا مؤاخذه يعني يا باشا انتوا بتقولوا ايه يعني؟ اصل انا مش فاهمه يعني. رسوني على بر. النوح رمى المعلومه لسوريا عشان توصل لنا وفي نفس الوقت رمى المعلومه لخميس علشان يامن نفسه. البي عاوز يكسب كل الاطراف. ابن ال يعني ايه يا باشا؟ هو دلوقتي عارف ان انا شغاله معاكو؟ كل دي احتمالات يا سوريا مش اكيد. وانا هستنى لما تبقى اكيد وتطير فيها رقبتي؟ لا يا باشا احنا ما اتفقناش على كده. انا ملزومه منكم ولازم تحموني. الناس دي ما بترحمش. اقل حاجه عندها الاكل. يا خسارتك يا سوري ادي اخر لما تصدقي الحكومه. حسبي الله انا عمله في الحكومه. حرام عليكم والله. يا خسارتك يا بنت بطلي ند بطلي ند بدل ما ارميكي في الحجز. يا باشا حرام عليك. بقول لك انا خايفه انت هتستنى ايه اكتر من كده يا باشا؟ حرام عليك انت بتعاملني كده ليه؟ ما تقول له يا باشا يكلمني بالراحه. اقول له ايه؟ اقول له ايه بس يا سوري؟ اقعدي كده وكملي كلامك بهدوء. ربنا يخليك يا باشا. والله يا باشا انت اللي بتعرف تجيبني يعني. يعني الصراحه حضرتك بتكلمني حلو قوي.
يا ريت تعلموا حاجه والنبي يا باشا. تعرف يا باشا انا ما بفهمش الا بالهدوء والله العظيم. انا اديك عيني، انا بقول لك يعني ان رقبتي هتطير والله العظيم. هو ما حاسس بيه، انا خايفه يا باشا. بس بدل ما اخدك من ايدك ارميك عند النوع بايدي. يا اخويا انت بتعاملني كده ليه؟ ها، وانا كنت متجوزه ابوك ولا كنت هتجوز ابوك؟ بص الروحي فجأة تقلت من المفاجأة. أنا مش عارفت. ما شاء الله، أنت عارفة يا حبيبتي إن كل الرجالة المتجوزين هيحسدوني دلوقتي؟ طبعا. جمال وشعر ودلال وحلاوة، حلاوة بزيادة وخفة، وفوق ده كله بقى ما فيكيش اكتر حاجه بتخلي الرجاله المتجوزه تهرب من البيت. صوتك يا حبيبتي. طبعا الرجاله بتهجم البيوت بسبب صوت ستاتهم وزنهم، انما انا بقى في الجنه ونعيمها. هموت انا في السيبه الصلطه. يلا بينا. هوبا. عجبني كلك يا ولا، كلك عجبني، مفيش معلم يا ولا. اروح اجيب العربيه لحضرتك يا فندينا. انت لسه ما جهزتش العربيه؟ ما هم قالوا ان حضرتك نايم. مين دول يا دي اللي قالوا ان انا نايم؟ هو انا بنام؟ لا. اجري اجيب العربيه. هوا. ايه الحيوان ده؟ ده حيوان. هو انا بنام؟ معاش اللي يقول كده يا فندينا. المتر رضوان بيدور على معاليك. رضوان مين؟ بدران بيدور على معاليك. ده ايه الزريبه اللي انا وقعت فيها دي يا ربي؟ اقول له ايه يا فندينا؟ فندينا. فوتنا. الحمد لله على السلامة. نورتي الحارة، كانت مضلمة من غيرك. منورة بيك طول عمرها. خرجتي امتى؟ النهاردة. وعاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله أحسن كتير، بس أنا زعلانة منك. حقك عليا، أنا كان المفروض أجي أستقبلك وأنت خارجة، بس والله غصب عني. خلاص مش زعلانة، كفاية اللي أنت عملته. طب أنت واقفة ليه؟ هتقعدي؟ أو يعني تدخلي جوه عشان ما تستهويش وتريحي. بس الحارة وحشتني قوي فقلت ابص عليها. يا تتوحش بتبص عليها. يا بنتي مش عايزه حاجه؟ لا ميرسي. وليها تاني كده؟ ميرسي. يتوب علينا ربنا. باي باي. بالعربية يا حيوان. انا وتحبب رومانسي وبرقص مي ونمسي. انا وتحبب رومانسي وبرقص مي ونمسي. عبدو باشا انا بسال نفسي المكتب منور ليه؟ اتاري عبدو باشا قاعد فيه بقالنا كتير مستنيين الزياره دي. ربنا يخليك يا مالتي بيه، بس انت عارف ان زيارتي لازم تبقى عند اللزوم. بس انت اتاخرت علينا تو ماتش. والله انا جيت حسب الاوان ومتهيالي عداني العيب. الكابتن ابراهيم سعيد اهوت رجليه ما بتتقطعش عن المكان. وانا ويتنج فور الاوان. اما بقى بالنسبه للدكتور الهرده بقى جاهز يا باشا وتسليم على المفتاح. الله عليك، رجع ليالي زمان. السياحه كلها اتضربت وما بقاش فيها غير اللوكل المحلي يعني.
امال انا جاي ليه يا سعاده الباشا؟ انا جاي علشان اسلمه للي يستاهل، اللي يقدر تمن. تشيل يا برنس. نشيل ومش هنختلف طول ما احنا ماشيين في الخير، بس قول لي مفاتيحه منين؟ لا معلش، قبل ما اقول اي حاجه لازم نتفق الاول على عمولتي. انتوا كلتوني لمؤاخذه قبل كده في عموله الكابتن ابراهيم سعيد، نتفق على عمولتي في الدكتور الهرده. معاكي على قد ما انا مقهوره لشمعتك اللي انطفت. مكتوب يا بيسا، مكتوب ولا مفر منه. على رايك. نجمتنا عامله ايه؟ قلت غريبه، ايه اللي جابك لحد هنا؟ روحي يا بيسا خدي يوميتك من شلمي. هو احنا كنا لسه اشتغلنا يا كابتن؟ من هنا ورايح الالمونيا هتقبضيها مقدما، وكل ده عشان خاطر نجمه المحل الاولى. تسلم يا كابتن. روحي يا بيسا خدي الشباب معاكي. عينيا. يلا يا شباب. اكيد طبعا مجيتك لحد هنا مش ببلاش. انا مفيش حاجه عندي ببلاش، كل شيء وله تمن. المهم الشيء ده يستاهل تمن ولا لا؟ طب انجز يا اخويا وهات من الاخر. طبخه مستويه ومستنيه الاكل. دكتور الهرده. هردة يا ابو هردة؟ ماليش فيه. انا ماليش فيه وهو ملوش فيه وانت مالكيش فيه، احنا مجرد اسباب، والدكتور الهردة ملوش غير في المية. مهمتنا القومية انه بقاله في حاجات تانية كتير، والمية ما بقتش تجيب همها. انت شايفة مصاريف المحل عاملة ازاي، والسياحة اتضربت على الاخر يا نجمة. بقولك ايه يا مال؟ اسمعي يا رمانة قبل ما تقولي اي حاجة تزعلني، ما تنسيش ان احنا اتفقنا وان افندينا خلاص بلح، واللي جاي لازم يبقى احلى يا نجمة. ايوه بس انت عارف. انت رمانة ميزان الجمال في المحل، واللي زي دكتور الهردة ده يتمنى نظرة من عينيكي. وبعدين انا مش بقولك اعملي معاه حاجة وحشة لا سامح الله، لا دي سكتي ولا دي اخلاقي ابدا. احنا عايزين نخليها اوبن بوفيه، اي حاجة ياخدها من المنيو، سيجارة حباية، يرفع له خط يجي يطلب، احنا نشتغل انت تقبضي. شفتي اخلاق ارفع من كده؟ لو انت الصادق ما شفتش اوطى من كده. ميرسي يا روحي، اتفضلي يا حياتي. حجرين وشويه قهوه يظبطوا الدماغ بدل خبط السهر ولطشه الشرب. ظبطت الدماغ وزن الكيف على ميزان المزاج، دي لعبتي انا. خدي دي ابقى اضربيها بعدين. ايه ده؟ بس اللي جابهولي قبل كده كان لونه احمر. لا سيبك من الاحمر ده، خليكي في الابيض احلى. ده بتاع بلاد وده الاصلي. ده بقى يعمل ايه؟ يصفر الدماغ ويخليك تبداي من اول وجديد. خلاص هبقى اجربه. اما تعوزي منه بيقولي لي وانا اجيبه لك لغايه عندك بدل ما تروحي وتيجي.
اللي قولي يا ماي فريند، انت بتشتغل ايه بالظبط؟ دكتور سنان. نعم. احنا هنهزر؟ انا عقبال امالتك سفير الكيف وراء النوح في كل خن، تلاقي بصمه ليا في كل ركن، تلاقي صوره ليا. انا بهويتي انعش الدماغ واصفيها من كل زباله الدنيا. عرفتي بقى انا بشتغل ايه؟ طبعا. ايه؟ دكتور سنان. قتلتك دلوقتي وتويتك، الحكومة هتنفعك بإيه؟ هنا يا فندينا، هو ده بقى المقر يا فندينا. هو ده؟ ايوه. اتفضل يا برنس. رايح فين؟ هاجي مع جنابك. لا لا لا، انزل لوحدي، خليكم. طب خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك، خد بالك انت من العربيه، بس اوعى تحكها زي عوايدك، ما انا عارفك غبي حك، يتوب عليك ربنا. خد يلا. النهار ازرق. وانا شاطرة. نعم. بالراحة يا بنت، بتبولي كده ليه؟ بتعرفي تقري؟ ايوه. طب اقري اليافطة دي. دي ولا دي؟ اقري اللي فوق. انتخب المرشح المحترم بجاش المري رمز الوطواط. تعالي شاطرة. نعم. يا بنت بالراحة. مكتوب المحترم. ايوه. ورمز الوطواط. ايوه. تشكريني يا ابلة. العفو. يا اهلا وسهلا يا فندينا. الوطواط دي خطوه عزيزه عليا يا فندينا. يا اهلا وسهلا، والله ما صدقت وقال انك جاي. يا اهلا يا اهلا. بجاش. معقوله يا فندينا؟ وشرفنا مقرنا المتواضع. قوم يا سونيا. المحترم مقركم المتواضع المحترم حسب امر اليافطه. اهو ده سونيا، اهو ده حبيبتي. ماله زي بيتك؟ محترم. امال بقى محترم لما خطيت عتبته. ما شاء الله ما شاء الله. ايه يا بجاشي ده؟ ده انت بقيت ولا نجوم السيما، كل صوره بوضع. اهو كله اكل عيش يا فندينا. وانت السادق كله شمال. اكيد مجايتك هنا وراها كلام كتير يا فندينا. خدمه قصاد خدمه. والحساب يجمع. وماله؟ رقبتي. في واحد يا بجاشي هديك اسمه، عايز اعرف عنه كل كبيره وكل صغيره، اصله فصله، يعني باختصاره بالبلدي عايز اعرف كل اللي تعرف تجيبه عنه. اسمه ايه يا فندينا؟ في حاجتين في الاول، الاولانيه سؤال والتانية اتفاق. اسمع كل اللي عاوز تقوله يا فندينا. تعرف ايه عن شوق؟ مين؟ شوق مرات الخيل. انت هتنح بقى وتهته من اولها بجاشي. هي كانت غزيت افراح وانت كنت بلطجي افراح، يعني لا مؤاخذة في ترعة موصولة ما بينكم. ها تعرف ايه عنها؟ كل خير والله.
ومن ساعة ما اتجوزت الخال وهي في حالها حتى الترعة اللي ما بيننا اتردمت. ماشي. طب وإيه بقى حكايتها مع النوح؟ النوح بتاع الجمال. النوح بتاع الجمال، اسم الله عليك. ماله بتاع الجمال؟ ما هو كان زيه زي غيره، داير وراها وجه الخال وقش. دلوقتي جه وقت الاتفاق، الكلام اللي هقوله يا بجاشي هيفضل سر بينا، سر. وانت عارفني مكرهش في حياتي قد الخيانة حتى لو تمنها رقبتي. ايه قولك؟ استبينا فندينا، قولي اسمه ايه بقى؟ ولا حبيبي العمروتي. مالك يا بنت؟ بتخشبك كده ليه ولا حكي؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك على دقني وخليني امشي. لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ها؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس رجليك. والله يا بنت، يا بنت قومي، مش شايلين ذنب، انا مش قد. قوم الله لا يسيك، انا مش ناقص يا معلم. انا غلبانه وحدانيه وماليش حد في الدنيا ومش حمل اذيه. ومين جاب سيره الاذيه دلوقتي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا بنت، يا بنت انا سالتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي انا عملته ده مش برضايا. مين بقى اللي غصبك؟ انا مش قد الحكومه ولا الحكومه قدي. ما يقدر على القدره اللي ربنا. فاهمه يا بنت؟ يا بنت ما تخافيش، ما تخافيش. انا لو عاوز اتويكي كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها، ولا كان في مخلوق هيعرف لي بطريق جرم. معلم انا انت بنت طيب. طيبه. انت فاكراني ان انا راجل اهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسه مساج وكام ضحكه ميصه وكام نظره رضا؟ بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي واللي انت عايزه، بس ارحمني والنبي. الرحمه من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايزني اعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجه، ولا اي حاجه. اللي انا عايزه انت عملتيه خلاص. يعني يا بنت انا اللي كنت بشغلك عند الحكومه عشان يوصل لها اللي انا عايز اوصله. بصراحه انت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده انت تستاهلي مكافاه نهايه الخدمه. مكافاه؟ عشان تعرفي ان انا احسن من الحكومه بتاعتك. يبقى هات بقى ودي يا معلم.